يبدو أن مهمة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مع الوداد المغربي لن تكون سهلة. ثلاثة ملفات ثقيلة تنتظر مدرب صن داونز السابق مع العملاق المغربي، منها محو آثار الموسم الكارثي والتعاقدات الجديدة وفرض أسلوب اللعب. نادي الوداد المغربي كشف عن تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي. نادي الوداد المغربي كشف عن تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني السابق لفريق ماميلودي سانداونز، وذلك بعقد يمتد حتى صيف 2026. فريق الوداد عملاق كرة القدم المغربية يرغب في استعادة توهجه من جديد بعد الصعوبات الكبيرة التي عاشها في الموسم الماضي، والتي جعلته يفشل في الفوز بأي لقب محلي أو قاري، وودع مسابقة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات في مفاجأة كانت صعبة للغاية على جماهيره الكبيرة. فالجنوب إفريقي رولاني موكوينا المدرب الجديد للوداد وصاحب 37 عاماً ارتفعت أسهمه لقيادة الفريق البيضاوي بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي على الصعيدين المحلي والقاري طوال السنوات الأخيرة. موقع العين الرياضية رصد 3 ملفات ثقيلة تنتظر المدرب الملقب باب غوارديولا إفريقيا في الوداد المغربي، وأولها أن عملاق كرة القدم المغربية يعيش مرحلة انتقالية في تاريخه، إذ تسعى إدارة النادي لإعادة بناء فريق جديد قادر على تجديد العهد والفوز بالألقاب المحلية والقارية. فالميركاتو الصيفي الحالي يكسب أهمية بالغة لنادي الوداد ومدربه موكوينا، باعتبار أن الفريق مطالب بالتعاقد مع لاعبين مميزين محليين وأجانب قادرين على تحقيق نواة وأعمدة لفريق المستقبل الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية. مهمة المدرب الجنوب إفريقي ستكون كبيرة للغاية بحكم أن